ينضم إلينا من بغداد الباحث السياسي بسام القزويني. أهلا بك سيد قزويني معنا في العراق اليوم. إذا متابعة لهذا الموضوع، هل نجح الكاظمي بإفشال من أراد الوقوف بوجه إنجاح مشروع الفاو الكبير؟ شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة. اليوم العراق لديه رؤية سياسية، رؤية عراقية حقيقة ليست متعددة النواقل، واستطاعت فصل الدولة المركبة. اليوم العراق لديه توازن في العلاقات، وبالتالي هذا المشروع الذي تكلم عنه السيد الكاظمي منذ شهور بالضبط، يعني بعد تسلمه رئاسة الحكومة العراقية مر به بعدة خطوات. هنالك كانت ثلاثة معرقلات رئيسية لهذا المشروع، وهي أولا توفير الأموال، وقد وفرت الأموال في الموازنة في موازنة العام الحالي، وثانيا مخاوف أو اعتقاد بعض الدول الإقليمية بأن هذا الميناء سيؤثر على اقتصادها أو يقضي على اقتصادها، وبالتالي شهدنا جولة مثمرة للسيد الكاظمي مع دول الخليج مؤثرة، هنالك تعاون مقبل مع الأردن ومصر، وبالتالي أيضا نجاح الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي التي تعطي دعما لحقيقة الأمن القومي العراقي والأمن الوطني الذي يذهب إليه لحماية بعض المشاريع. إذن هل تعتقد أن هذه الجولة قد بددت تلك المخاوف المتعلقة بأنه احتمالية أن يكون مشروع ميناء الفاو الكبير بيكون بديلا لبعض الموانئ والممرات المائية الموجودة بالمنطقة، سواء بالكويت أو الإمارات، العقبة، السويس وغيرها من الممرات المائية، وأنه مضى في قضية إنجاح هذا المشروع، أليس كذلك؟ بلا شك، لأنه وضع حجر الأساس بعد كل هذه الجولات، بعد كل هذه الاجتماعات المثمرة، بعد كل هذه التقاربات، أعلن عن وضع حجر الأساس. كان بمقدوره أن يقوم بهذا الأمر منذ شهور من الآن، لكن أعتقد أن هذه السياسة التي مضى بها السيد الكاظمي هي ناجحة، وهي رؤية جديدة تفرض حقيقة رؤية عراقية على الرؤية الشرقية وبدون إملاءات للرؤية الغربية. ودعنا نتفق بأن العراق اليوم في أفضل حالاته، في 10 أيام هنالك تقارب خليجي كبير، هنالك 6 مليارات دولار حقيقة لتوفير فرص العمل. اليوم ميناء الفاو الكبير لو تم بعد 26 شهر كما هو مخصص يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى وهذا هو السؤال أيضا سيد قزويني، يعني الجو والمزاج الخارجي الذي نتحدث عنه المرتاح كما تقول لما يحدث حتى هذه اللحظة من المضي في مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ربما لا يتوافق مع توجهات داخلية سياسية لا تريد لهذا المشروع أن يتم بهذه المرحلة، أليس كذلك؟ يعني إذا بقينا حقيقة ليس بمعزل عن القوى السياسية، يجب أن تكون هناك إدارة. ربما الكاظمي مضى بسياسة التضييق، تضييق الخناق على هذه القوى أو على حتى المتغولين في المنافذ وفي الموانئ. اليوم هم على حقيقة حافة الطريق، اليوم إما أن يمتثلوا إلى القانون وإلى بناء الدولة، بناء مؤسسات الدولة. ميناء الفاو الكبير هو يعتبر أهم، ربما سيكون من أهم 10 موانئ في العالم. اليوم سيتضح من هو مع العراق، من هو مع المتظاهرين، من هو مع المواطن العراقي، ومن هو يعمل بأجندة لدول خارجية. وبالتالي اليوم لا نستطيع حقيقة ترك الأمر على ما عليه الآن. اليوم الحكومة العراقية، حكومة بغداد، في أفضل حالاتها، وبالتالي اليوم لن تتمكن القوى السياسية، لم يتبقى إلا الشيء القليل. هنالك ربما في بعض الأحيان بعض الحلول المرنة عبر الحوار، وبالتالي هنالك معالجة بالكيف في الشأن الآخر عبر اللجان، عفوا، لجنة الأمر الديواني 29 المعنية بالجرائم الاستثنائية ومكافحة الفساد. فلا هروب ولا مناص من بناء الدولة العراقية. وأعتقد أن صمت السيد الكاظمي عن بعض الاستعراضات في بغداد لن يدوم طويلا أو لن يكون، وهذا ما نتابعه جميعا ونراقبه كصحفيين بطبيعة الحال، لنرى مجريات وتطورات الأحداث. ولكن الحديث عن قضية العوائد التي ترفض الخزينة الدولية للعراق وتعضد ميزانية العراق بما يتعلق بتنويع مصادر الدخل عن طريق ميناء الفاو وغيره، إلى أي مدى يمكن ضمان ألا تتدخل جهات نافذة للسيطرة على عائدات الموارد المتحصلة من هذه المشاريع؟ يعني دعنا نتفق بأن السيد الكاظمي استطاع النأي بالقرار السياسي العراقي عن بعض القوى السياسية أو أغلب القوى السياسية، وأيضا في القرار الأمني. اليوم العراق
تم تغيير بعض القيادات الأمنية. اليوم نحتاج ربما في هذا الملف، دعنا نركز على أن هنالك يجب أن يكون تواجد للقوى البحرية العراقية، ربما سيكون هنالك تدريب أو رفع جهوزية لهذه القوة، ستحتاج هذه القوة. هنالك بعض القوارب لبعض دول الجوار تحاول استفزاز العراق بالدخول ضمن يعني الأماكن الخاصة بالموانع العراقية أو ضمن المقتربات، وبالتالي أعتقد أن هذا المشروع اليوم سيفرز أيضا الاقتصاد الذي يسعى إليه الكاظمي أن يعود إلى الدولة، وفرت الأموال عبر المنافذ، عبر السيطرة على المنافذ الحدودية، عبر إعادة جدولة بعض الأعمال في الموانع العراقية. كما شهدنا اليوم هو أرسل أكثر من رسالة، هنالك عدة مشاريع وضع إليها حجر الأساس. ولكن سيد قزويني، حتى هذه اللحظة هناك من يتحدث وهم مختصون بالحالة الاقتصادية بأن المضي والذهاب بالتفكير بعيدا على أن هذا المشروع سيغير وجه العراق هو مبالغة ربما يكون نوعا ما، على اعتبار أنه حتى هذه اللحظة لم يحسم أمر المشروع أن يكون محليا أو حتى عالميا. يعني هذا المشروع دعنا نتفق على أنه على المستوى الاستراتيجي هو مدته إنجازه 26 شهر، بمعنى أكثر من سنتين، وبالتالي بعد هاتين السنتين سيتم هنالك افتتاح وإدارة جديدة، وأيضا ربما يتطلب بعض الوقت لحين حقيقة المضي بمشروع الكبير. هذا المشروع لا يتم بعدة أشهر أو سنوات، وبالتالي ربما بعض الاقتصاديين يرون في أن إيجاد حلول آنية أو على المستوى المتوسط هو الأفضل، لكن العراق وبسبب الفساد وبسبب بسوء الإدارة حقيقة من الصعب جدا إخراجه من عمق الزجاجة في شهر أو شهرين أو سنة، وبالتالي يحتاج هذا إلى جهود حثيثة ووقت وصبر من قبل الشعب العراقي أيضا. من بغداد الباحث السياسي بسام القزويني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.